قد تبدو بعض التصرفات اعتيادية في كثير من المناسبات، بل ومدعاة للفخر والتباهي، على عكس حقيقتها التي قد تكون مهلكة، كما هو الحال هنا في هذه المدينة الصغيرة في سوريا. يقام اليوم حفل زفاف أحد أبنائها، دعي إليه كل أفراد المدينة، وما إن ازدحمت ساحة الحفل بالحضور حتى بدأ مازن بإطلاق الرصاص في الهواء تعبيراً عن بهجته. لكن الرصاصات الطائشة والمرتدة غيرت مسار الحفل لتصيب العم عابد، وينتشر الهلع والخوف لدى الحضور وأهل المدينة. العم عابد أب لثلاثة أطفال صغار، أفقدته رصاصات الزفاف الطائشة قدرته على المشي وبالتالي على العمل، وتدهور وضع العائلة المادي والمعنوي، مما اضطر زوجته البحث عن عمل عرضها للاستغلال، ناهيك عن ترك أطفالهم للمدرسة من أجل العمل لتأمين حاجات العيش ليكونوا فريسة سهلة للاستغلال والانتهاك. يؤدي حمل واستخدام السلاح العشوائي إلى الكوارث في كثير من الأحيان، وهو ما أدى إلى تضاعف الجرائم بصورها البشعة، ولذلك يجب تقنين وضبط امتلاك السلاح، حيث أن آثاره السلبية كثيرة جداً، ومنها تخالف حيازة السلاح مبادئ حقوق الإنسان. ساهمت ظاهرة حيازة السلاح في هدر حياة الآلاف من البشر، تزيد من جرائم القتل بالأسلحة في الكثير من المناسبات الاجتماعية، تؤدي إلى ازدياد نسب الانتحار بين مالكي الأسلحة. لا يستطيع الإنسان السيطرة على تصرفاته، وهو ما يؤدي بدوره إلى استخدام سيء جداً لهذه الأسلحة. انتشار السلاح يهدد الأمن والأمان المجتمعي.